لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. أهلا بكم. صاحب هذا اللغط الشديد الذي جرى في أعقاب قيام البرلمان الأوروبي بمناقشة حالة حقوق الإنسان في أكثر من دولة بالمناسبة وليس مصر فقط، لكن قيام الاتحاد الأوروبي بمناقشة قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر بحالة من حالات اللغط الشديد في كافة الأوساط الإعلامية والدبلوماسية، ربما غابت بعض الحقائق عن هذا الاجتماع العاصف الذي كان في مقر الأمم المتحدة في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل. بداية لابد أن نقف عند الحقائق مجردة. الاتحاد الأوروبي في البرلمان الاتحاد الأوروبي دعا ممثلة الاتحاد الأوروبي بضرورة بحث حالة حقوق الإنسان في مصر نظراً لوجود بعض المخالفات أو الانتهاكات لحقوق الإنسان. دي أول نقطة. النقطة الثانية، طلب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بضرورة التعاون الوثيق والتعاون السريع والتعاون العاجل مع السلطات الإيطالية في التحقيقات الجارية بشأن تحديد أسباب وظروف ملابسات مقتل الطالب الإيطالي. النقطة الثالثة كانت هي تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بيندد بقتل وتعذيب الطالب الإيطالي. هذه هي الثلاث نقاط التي خرج منها البرلمان الأوروبي، وأعتقد أن التنديد اللي قام به البرلمان الأوروبي سبق تنديد من السلطات المصرية الرسمية والشعبية بهذا بمقتل الطالب، فبالتالي التنديد لم يكن موجها للدولة المصرية وإنما للحالة التي ظهر عليها الطالب. وأعتقد أنه سبقنا الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي فيه أيضا بالتنديد بما جرى ومحاولة معرفة الأسباب الحقيقية التي صاحبت مقتل هذا الطالب. اللي عايز أقف عنده الآن هو مش صحيح، ليس صحيحا على الإطلاق أن هناك تصويت أو مشروع قرار أو توصية بإيقاف التعاون الأمني والعسكري بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر، ده مش صحيح، وإنما كان ده نوع من أنواع المطالبات لبعض المنظمات الحقوقية التي تستهدف الدولة المصرية. قرار البرلمان الأوروبي غير ملزم، وزي ما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان إنه ليس له أي تأثير على الأرض. لمزيد من الإيضاح حول هذه النقطة معي الحقوقي الأستاذ حافظ أبو سعد. أهلا بك يا أستاذ حافظ. أستاذ حافظ يا فندم معاك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم، إزاي حضرتك؟ يعني الحمد لله. يعني أولا النقاط المحددة التي خرجت عن اجتماع البرلمان الأوروبي كانت بتندد بمقتل الطالب وكانت بتتحدث عن أمور من التعاون بين السلطات المصرية والإيطالية، لم يكن هناك قرارات أو توصيات بمنع التعاون العسكري أو الأمني مع السلطات المصرية. هذا اللغط كان نتيجة تقصير إعلامي أم نتيجة تقصير في الدوائر الدبلوماسية، أم أن الأمر ربما في حالة فوضى في المعلومات وغياب المعلومات الحقيقية التي تحيط بهذا الاجتماع؟ شوف، أنا طبعا أنا موافق حضرتك تماما. أولا لازم نتعامل مع الموضوع بعقلانية مش بردود فعل مباشرة دون التعرف على حقائق الأوضاع. أولا البرلمان توصياته، حتى لو في توصياته غير ملزمة، وهو زي ما حضرتك قلت هو يعني بيطلع بيانات دائما بشكل فيه يعني بيعبر عن التزام أوروبا بحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية واتفاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي. في مفيش قنوات اتصال، نعم ده من أخطر ما يكون. يمكن احنا السنة اللي فاتت كان في وفد المجلس القومي ورحنا البرلمان وقابلنا قيادات المجموعات، مجموعة اليسارية، مجموعة الخضر، ليبراليين، ويعني نسقنا ان احنا تحت امرهم في اي معلومات يحتاجوها وان احنا نتواصل بشكل مستمر، وقلنا لهم ان في مجلس هينشأ في مصر ان شاء الله بانتخابات، كان لسه المجلس الشعب ما مجلس النواب لسه لم ينتخب، وان هيبقى في تواصل بين اللجان حقوق الانسان هنا وهناك واللجنة العلاقات الدولية، بحيث انه اي معلومات يناقشوها عن حالة حقوق الانسان يلاقوا مصادر رسمية ياخدوا منها. هم معظم البيان بتاعهم معلوماتهم من جهات مش مدققة كمان المعلومات، يعني الحديث حوالين 1000 حالة اختفاء قسري. احنا في المجلس القومي فتحنا الباب لكل
الأسر والضحايا، اللي بلغ عندنا حوالي 200 حالة اختفاء قسري. وزير الداخلية ووزارة الداخلية كشفت عن 120 وجاري فحص بقية الحالات، وبالتالي كان ممكن نقدم المعلومات الحقيقية اللي تخلي الصورة تختلف في البرلمان. فأنا أستاذ حافظ يعني اسمح لي أستاذ حافظ في نقطة الاختفاء القسري، وهذه الكلمة هذه العبارة المكونة من كلمتين ربما أصبحت موضة وبتلوكها الألسنة في كل مكان في الداخل والخارج، مما نال بشكل كبير من سمعة الحريات في مصر. يعني ربما غياب المعلومة وعدم التواصل بين الأجهزة الأمنية من جهة وبين أسر الضحايا، أو ربما بعض المختفين بيحطهم نوع من الغموض في حالتهم. يعني أنا أتصور أن الموضوع أبسط من ذلك بكثير، ولكن تم استغلاله في الخارج بشكل كبير. التقصير فين؟ في التواصل مع هذه المؤسسات الدولية، ولا التقصير في الأجهزة الأمنية، ولا التقصير مشترك في كل الأطراف؟ شوف، أنا أعتقد أولاً إحنا عندنا القواعد في الدستور المصري وفي قانون الإجراءات الجنائية واضحة ومحددة، كل من يقبض عليه يخطر بالتهمة وله الحق في الاتصال بأسرته ومحاميه. ده وفقا للدستور وفقا لقانون الإجراءات الجنائية. فلا، وزارة الداخلية لازم تنفذ القاعدة دي بشكل واضح، وبحيث ان يبقى عندها مكتب اي شخص يريد ان يبحث عن شخص مقبوض عليه هيلاقيه. لان احنا لما بعتنا الحالات لوزاره الداخليه لقينا 99 حاله، فورا رد علينا وزاره الداخليه 99 حاله موجوده في السجون تحت التحقيق ومحلل النيابه العامه. طيب اذا كانت الامر محلل النيابه العامه وكل الناس عارفه هم فين وفي الوزاره، يعني طيب ما تحط ده على وزاره مصلحه السجون، تخطر اي اسره تروح مكتب مصلحه السجون هتقدم طلب هتعرف على طول ابنها فين. طب استاذ حافظ اسمح لي، ينفع يتم وضع هذه الاسماء في الموقع الرسمي للوزاره بشكل او باخر؟ طبعا، انا رايي كده، لان رايي ان النهارده الموضوع بقى سهل. وعلى فكره الكلمه العباره اللي من جملتين دي بقى جريمة دولية، يعني لازم نعرف ليه التركيز عليها كمان، لأنها جريمة دولية وجريمة من جرائم محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي لها هدف. فأنا عشان أقطع الطريق على ده إيه؟ أعلن كل الأسماء، يبقى عندي مكان أي حد عايز يستفسر عن اسم ابنه أو أخوه أو حد من أسرته يروح يقدم الطلب لمصلحة السجون على طول، تقول له ده مقبوض عليه في قضية كذا وبيتم التحقيق معاه في نيابة كذا. طب أستاذ حافظ معلش آخر استفسار من حضرتك، معلش تحملني، يعني المجلس القومي لحقوق الإنسان أو المنظمات الحقوقية ألا يجب أن تتواصل مع وزارة الداخلية بشكل ما لتوفير هذه البيانات وبثها للمواطنين أو لذوي الاحتياجات لهذه البيانات؟ هو المجلس فعلا عمل ده، بس عايز اقول لك على حاجه، ما تمش التعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان الا بعد لقاء السيد محمد فايق بالسيد رئيس الجمهوريه، وفورا رئيس الجمهوريه اثناء اللقاء كلم وزير الداخليه وخلى وزير الداخليه يلتقي بالاستاذ محمد فايق ويعملوا اليه لحل هذا الموضوع. يعني ما اتحركتش الامور غير بتدخل رئيس الدوله. فبالتالي الوضع عند وزارة الداخلية محتاجة تطوير آلية التعاون مع المجلس القومي والمنظمات الحقوقية. أنا بشكرك جدا أستاذ حافظ أبو سعدة على هذه المعلومات وهذا التوضيح، وبالفعل يعني لا يجب أن تتوقف الأمور في ثلاجة لحين تدخل السيد الرئيس. هذا الكلام غير مقبول من وزارة الداخلية، غير مقبول من المجلس القومي لحقوق الإنسان، غير مقبول من المنظمات الحقوقية، لأنه بالفعل البلد يعني مش متحملة أي كوارث. في هذا الإطار من جانبها نشرت صحيفة ريبوبليكا الإيطالية أن مصر بدأت في تغيير الاستراتيجية الخاصة في التعاون مع السلطات الإيطالية في أعقاب البرلمان، انعقاد البرلمان الأوروبي. وأنا بقول للسلطات الإيطالية لا إطلاقا، كانت مصر بتفتح ذراعيها والتعاون الوثيق مع السلطات الإيطالية على مدار الساعة، لكن السفير المصري عمرو حلمي تقابل مع النائب العام الإيطالي أو المدعي العام الإيطالي وأبلغه نيابة عن النائب العام المصري بأنه بيدعوه هو وزير العدل الإيطالي لزيارة مصر للجلوس مع النائب العام الإيطالي والمختصين في مصر لمزيد من التعاون في كشف هذا الحادث وغموضه. لكن هناك أخبار أخرى تواترت خلال الساعات الماضية بتقول بأن كاميرا موجودة في محيط القنصلية الإيطالية في القاهرة رصدت مشاجرة تمت بين المواطن الإيطالي أو الطالب الإيطالي ريجيني وأحد المواطنين الإيطاليين في يوم 24 يناير، يعني قبل اختفائه بيوم واحد. لكن السؤال، لماذا الآن فقط يتم خروج هذه المعلومة؟ هل هذه المعلومة صحيحة أم معلومة ملفقة
لمصلحة من يتم إخفاء هذه المعلومات ولمصلحة من يتم خروج هذه المعلومات الآن، أنا أتصور أن هناك تقصيرا شديدا في التواصل وفي التعاطي مع هذه المشكلة. يعني إحنا تواصلنا مع السفير عمرو حلمي من قبل أكثر من أسبوعين ثلاثة، لكنه كان بيتحدث بشكل واضح أنه القضية قد انتهت، أنتم مركزين عليها ليه؟ والقضية لم تنتهي، ووزارة الداخلية أكثر من مرة بيتحدث ويتدخل معنا المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء أبو بكر عبد الكريم، وبيتحدث أيضا أن هناك لا توجد معلومات جديدة، وحين ظهور معلومات سوف نرسلها لك. أنا أتصور أنك تباطؤ معين أو في مسافة أو مساحة بينية بين ما يجب أن الوقت الذي تذكر وتبث وتنشر فيه المعلومات وبين ما يجري الآن. أتصور أن مصر ليست في حمل كل هذه الخروقات. كان في اجتماع لمجلس الأمن، ومصر عضو غير دائم في مجلس الأمن، وكان فيه مشروع قرار اقتراح أمريكي بيقضي بإعادة وحدات كاملة من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الدول، خاصة الدول الإفريقية، في حالة وجود أفراد لديها بيتهموا بالتحرش الجنسي في هذه الدول. ده كان اقتراح أمريكي، لكن السفير المصري في مجلس الأمن السفير عمرو عبد اللطيف اعترض على أساسين. الأساس الأول أن القرار يجب أن يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يجب أن يخرج من مجلس الأمن. اثنين، السفير المصري قال لوكالة أنباء أسوشيتد بريس أنه ينبغي ألا يستخدم كأداة لتلويث سمعة بعض الدول. روسيا والسنغال وقفوا جنب السفير المصري في رأيه، لكن في النهاية تم التصويت، والتصويت 14 دولة وافقت على المشروع الأمريكي مقابل تحفظ وعدم تصويت المندوب المصري. والسؤال، المعلومات المتوفرة عندنا بتقول أن فرنسا وجورجيا والمغرب والنيجر التحقيقات أثبتت أن جنودا قاموا بتحرشات جنسية، خاصة أن هناك جنودا فرنسيين قاموا بالتحرش بطفلة لديها 7 سنوات مقابل ماء أو بسكويت. يعني لم تعترض فرنسا ولم تعترض أي دولة، إلا مصر اعترضت فقط، وكأنه لمن لا يعلم الحقائق يقول أو يستنتج أن مصر خائفة من شيء أو مصر لديها خروقات في هذا الإطار. وإحنا نؤكد تمام التأكد أن كل أبناء الشعب المصري أو أبناء القوات المصرية في قوات حفظ السلام لديهم حسن سمعة مشهود لها عالميا، فبالتالي كنت أرى، وربما هذا رأيي، أنه السفير المصري في المجلس الأمن ما كان له أن يعترض بمفرده من بين كل هذه الدول، لأنه مصر بالبلدي بالمصري مش على رأسها بطحة. أعتقد أنه كان هناك دول أولى أن تعترض، لأنه الموضوع بيطول سمعتها. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قالت أن البنتاجون قدم خطة إلى البيت الأبيض لبداية التدخل العسكري الأمريكي في ليبيا. الصحيفة نقلت ان في عن 5 قادة عسكريين ان البنتاجون بيقدم الخطة لضرب من 30 ل 40 هدف في 4 مناطق في ليبيا لفتح الطريق امام الميليشيات الليبية لضرب ومحاصرة تنظيم داعش. لكن نوهت الصحيفة ان القادة على خلاف مع اوباما، يعني اوباما في خلاف مع البنتاجون، بيقول اوباما انه خائف من تأثير هذه الضربات على العملية السياسية وتشكيل الحكومة. لكن إيطاليا سمحت لواشنطن زي ما قالت صحيفة واشنطن بوست إن هي بتنشر طائرات في القاعدة العسكرية في جزيرة صقلية الإيطالية، وحضور 50 فرد من الاستخبارات الأمريكية في جزيرة صقلية تمهيدا لبداية وجود طلعات جوية أو ضربات من الأمريكان والإيطاليين والفرنسيين إلى ليبيا. لكن رئيس الوزراء الإيطالي طالب نظيره الفرنسي أولاند قال له طالب نظيره الفرنسي رئيس الوزراء الفرنسي بالضغط على الدول التي تقف حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة الليبية. الغريب بالنسبة لي أنه قال لا سيما مصر، وكأنه رئيس الوزراء الإيطالي بيطالب رئيس الوزراء الفرنسي بالضغط على مصر للتسريع في تشكيل الحكومة الليبية. أنا معلوماتي أنه مصر تقف تماما مع اتفاق الصخيرات، مصر تقف تماما مع حكومة الوفاق الليبية، وفايز سراج كان في القاهرة الأسبوع الماضي يوم السبت أو يوم الجمعة الماضية. فبالتالي رؤية إيطاليا وفرنسا أن هناك بعض الدول تعرقل تشكيل الحكومة الليبية ومنها مصر غير صحيح، لكن أنا أتصور أنه
كان رئيس كان وزير خارجية الفرنسي هنا في القاهرة خلال الساعات الماضية، وكان بيتباحث مع الخارجية المصرية والرئيس المصري في هذا الإطار. والنهاردة كان فيه أيضا مكالمة تليفونية بين جون كيري وزير خارجية الأمريكي وسامع شكري وزير الخارجية المصري، وتحدثوا أيضا بشأن ضرورة الإسراع في العملية السياسية في داخل ليبيا من أجل تمهيد الطريق للقوات الدولية اللي هي الأمريكية الفرنسية الإيطالية لدخول المعركة بشكل عسكري. لكن الجزائر بتعترض على المسار العسكري. مصر الآن لديها كارثة كبيرة لأنه هي الجار الأول وهي خط النار مع ليبيا، فبالتالي الموضوع شائك إلى حد كبير، وأنا أتصور أنه الملف الليبي كاد أن ينفجر كما تقول بعض وسائل الإعلام. لكن في أمريكا في جريدة مجلة اسمها دي أتلانتيك يوم الخميس نشرت موضوع مثير للغاية. المصور الخاص بتاع الرئيس الأمريكي باراك أوباما نقل عن الرئيس أوباما، سرب حاجة سمعها من الرئيس أوباما وبيتكلم عن الوضع في ليبيا. بيقول المصور زي ما نشرت صحيفة ذا أتلانتيك على لسان الرئيس الأمريكي أوباما إنه ساركوزي رئيس فرنسا السابق كان بيبحث فقط عن الظهور وعن المجد ساعة التدخل العسكري في ليبيا. يعني كان ساركوزي بيستعرض قوته. ده مين اللي بيقول؟ أوباما. بيقول كان فاضي بس للمنظرة بالمصري، وكان فاضي بس للتظاهر وعامل طاووس أثناء الدخول في ليبيا. بيقول كمان أوباما إنه على ديفيد كاميرون كان شارد الذهن دائما في أمور أخرى. وبيقول أنا بسأل نفسي، أوباما بيسأل نفسه بيقول لماذا ساءت الأمور في ليبيا؟ بيقول لأني اعتمدت على الأوروبيين على أساس أنهم الأقرب إلى ليبيا وأقدر على معرفة كافة التفاصيل، لكن ربما كنت مخطئا. ده الأمريكان والأوروبيين على أبواب عتاب ربما يعقبه خصام أو فصال. عندي الآن موقف خطير للغاية بيشعرني بالقلق، وأنقل قلقي للمشاهد الكريم أيضا. ما يجري في سوريا الآن، اللغة، النبرة، المفردات، العبارات باتت تصب في اتجاه كريه، في اتجاه غير محمود. امبارح بالليل رويترز قالت قوة دولية بتسعى لتقسيم سوريا على أساس اتحادي. قوة دولية بتسعى لتقسيم سوريا على أساس اتحادي. الكريملين بسرعة قال وحدة سوريا بتهمنا، وحدة سوريا حاجة مهمة جدا إلا إذا أراد السوريين نظاما فيدراليا. أهلا وسهلا. يعني رويترز سربت الخبر. الكريملين بسرعة قال إحنا مع وحدة سوريا، لكن لو كان السوريين عايزين نظام فيدرالي يعني تقسيم بالبلدي إحنا معهم. ديمستورا قال إحنا بنتحاور مع الحكومة والمعارضة لتحديد هوية سوريا. كلام جديد خالص. ديمستورا ده المبعوث الأممي بيقول إحنا بنتكلم وبنتحاور مع المعارضة والحكومة عشان نحدد هوية سوريا. هوية سوريا اللي هو مش عارفها، اللي هي سوريا العربية العربية الموحدة، الآن أصبحت بابا للجدل، أصبحت بابا للنقاش على لسان ديمستورا اللي قال إن الانتخابات الرئاسة السورية هتكون خلال 18 شهر. رد النهاردة عليه وليد المعلم بكلمات شديدة اللهجة، قال له الرئاسة السورية وبشار الأسد خط أحمر لا يجب الاقتراب منه إطلاقا. وقال وليد المعلم إحنا رايحين علشان اجتماعات جنيف يوم الاثنين القادم، هنديك 24 ساعة، لو لقينا حد نقعد معاه هنقعد، ما لقيناش حد نقعد معاه هنمشي. وكان كلام وليد المعلم بيبعث رسائل قوية بأنه صبر الدولة السورية قد نفد. لكن ده بيجي كله بينصب مع كلام مايكل هايدن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وهو بيقول للCNN خريطة الشرق الأوسط تغيرت بعد اختفاء سوريا والعراق، وكمان لن تعود إطلاقا مرة أخرى. كلام خطير للغاية. ده بيقول بيتماشى ويتسق مع كلام جون بولتون. جون بولتون ده اتكلم في صحيفة نيويورك تايمز، وده كان سفير أمريكا في المجلس الأمن إبان الاحتلال العراقي أو الأزمة العراقية. قال في نيويورك تايمز عودة سوريا والعراق كدول بذات الحدود السابقة قبل الربيع العربي أمر مستحيل ولن تقبل به أمريكا وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية. كلام خطير جدا من مايكل هايدن، وكلام خطير جدا من جون بولتون. بيقول كمان إن فيه مخطط لإقامة دولة سنية
في أجزاء من العراق وسوريا مع مخطط آخر لإقامة كيانات أو دول كردية لها نصيب من الحكم الذاتي. كلام خطير، وإحنا قاعدين بنتكلم على مش عارف فنانة فين في كمين إيه، الكلام خطير جدا. سوريا والعراق بيقولوا خلاص، اللي بيحصل النهاردة إن سوريا يبقى فيها فيدرالية يعني تقسيم، اللي بيحصل في ليبيا إنه خلاص الأمور ماشية في طريق مسدود، وكمان الأمور بوادر صدام بالمرة بين المملكة المغربية وبين الأمم المتحدة، على غرار زيارة بان كي مون إلى الصحراء أو ما تسمى بجمهورية الصحراء. صلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي من 3 أيام وامبارح الجمعة قال في تصريحات خطيرة إن بان كي مون الآن عدو للدولة المغربية، لأنه بيكذب، لأنه أعطى كلمات واضحة لملك المغرب بأنه في زيارة للبعثات الأممية في الصحراء، لكنه راح انحنى أمام العالم الموجود لجمهورية الصحراء ورفع إيده بإشارة النصر أمام قادة جبهة البلوساريو. الملك محمد السادس بيجهز نفسه يطلع في زيارة لروسيا، ربما خذلوا الغرب والأمريكان، علاقة روسيا بالجزائر مهمة للغاية. إذن الزيارة الآن ملك المغرب إلى روسيا لمحاولة الحصول على دعم روسي لموقف المغرب من جبهة البوليساريو. وأنا أتصور أن العلاقات المغربية الجزائرية اللي كانت على المحك وكانت دائما في خلافات منذ 60 القرن الماضي، وما نتذكره من حرب الرمال بين الدولتين على جمهورية الصحراء والمنطقة الغنية بالحديد والخلافات الشديدة ودخول موريتانيا ودخول ليبيا لتأييد جبهة البوليساريو، قضية معقدة. لكن في النهاية مش عايز أشغل المشاهد إلا أنه هناك بؤرة جديدة أو منطقة جديدة ملتهبة في المغرب العربي. كنا بنتحدث عن دول الخليج العربي، اتحاد الخليج، دول المغاربية واتحاد المغرب العربي. أنا أتصور أنه الأمور الآن باتت في وضع خطير للغاية. كل هذا بيجعل من جامعة الدول العربية وما يجري فيها الآن ربما مهام شديدة الخطورة وشديدة الصعوبة على الأمين العام الجديد اللي جاء تنصيبه في أعقاب لغط شديد من دولتي قطر والسودان، لكن ربما لتسجيل مواقف ضد ما كان يصرح به السيد السفير أحمد أبو الغيط من قبل. كل هذا معايا مين حضرتك؟ معانا الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان للتعليق على الوضع في سوريا وفكرة الدولة الاتحادية أو الفيدرالية. أهلا بيك سيد رامي. سيد رامي عبد الرحمن، السيد رامي عبد الرحمن. طيب، يعني ربما الوضع كما قلت خطير للغاية، لكن رعد الشمال وهذه الحملة الشديدة وهذه الجولة الشديدة التي قادتها المملكة العربية السعودية في أكبر مناورة عسكرية ربما تشهدها المنطقة كانت موجهة للجميع، إنه هناك قوى إسلامية أو هناك قوى عربية أو هناك قوى إقليمية، ربما هذا كان موجه لإيران بشكل أو بآخر، موجه لبعض الخلق. لكن في كل الأحوال أنا ليا ملحوظة وحيدة على رعد الشمال، إنه كان فيها كل الدول المشاركة لكن غاب وجود تركيا. تركيا على مستوى الرئاسة ورئاسة الوزراء لم تكن موجودة بشكل واضح، والجزائر ما كانتش موجودة، لكن تركيا لأنه لمن لا يركز أنه كان رئيس وزراء تركيا في إيران، رئيس وزراء تركيا في إيران في زيارة لتدشين علاقات اقتصادية. أنا بس عايز الناس تفهم مدى دور تركيا في المنطقة. تركيا من يريد أن يستند على تركيا فهو يستند على خيال مآتة بالمصري، لأن تركيا بتبحث عن مصالحها في إيران، تبحث حتى عن مصالحها في اليونان. الاتفاق الأوروبي التركي الأخير كان ابتزاز تركي، عايزين فلوس عشان اللاجئين، وتم الاتفاق على حساب الحقوق الإنسان السوري. أنا أخباري الدولية انتهت، لكن ربما خبر أخير محلي أنه تصريحات وتسريبات الآن في كبريات الصحف المصرية عن تعديل وزاري خلال أسبوعين. تعديل وزاري في مصر بيطول 10 وزارات زي ما قالت صحيفة أخبار اليوم، الوزارات المجموعة الاقتصادية والمجموعة الخدمية في مهب ريح التغيير. لكن في كل الأحوال عندي وزير السياحة كان في ألمانيا بينشر ويدشن ويسوق للسياحة المصرية، لكنه ارتكب خطأ كبير
خطأ بيجعل المصري يشعر بالضيق الشديد. وزير السياحة في ألمانيا يقول أبو الهول، يقول الأهرام، يقول الأقصر، يقول السياحة، يقول النيل، يقول المناخ، لكنه مش من حق وزير السياحة أنه يشحت علينا، يجيب صور ناس يقول نتيجة ضرب السياحة في مصر الوضع بقى مزري. يعني في صور بينشرها وزير السياحة في ألمانيا وكأنه بيشحت على المصريين. يا سيادة الوزير ما يصحش كده، يا سيادة الوزير مصر ما بتمدش إليها، مصر بتقول أنا عندي سلعة سياحية غير مسبوقة وغير موجودة في أي مكان، فقط ده دورك. لكن ما نقولش إن مصر تضررت من السياحة وأدي النتيجة وجيب صور لناس مصريين في وضع مزري. عندي تاني وزير وزير العدل كان في تصريحات لأحد الزملاء الإعلاميين وبيتحدث عن تصريحاته السابقة، بيحاول أن يجلي الموضوع ويحاول أن يتصالح مع الرأي العام لكنه وقع في محظور. بيقول إن أي حد بيغلط هيتحاسب أو هيتحبس حتى لو كان نبي. يعني تصريحات من هذا النوع غير مقبولة شكلا ومضمونا، وهل هذا يمثل ازدراء للأديان يا سيادة الوزير؟ والوزير بيقول انه كان بيتحدث عن الزحف المقدس للقضاء في معرض حديثه الانتخابي. غير مقبول يا سيادة الوزير، وانت وزير وقامة كبيرة للعدالة، ان يخرج او تخرج هذه التصريحات من حضرتك. وزير النقل ايضا تحدث من قبل عن التاكسي النهري لكن ربما طلع التاكسي النهري غير موجود. وزير الزراعة الآن هناك مشاكل كثيرة جدا موجودة في قطاع الزراعة. هناك وزير الاستثمار بيتحدث عن الاستثمار من خلال محاولة ضبط منظومة أكشاك السجاير. الدولار وصل 10 جنيه، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيجري ويجوب الكرة الأرضية بحثا عن استثمارات جديدة، لكن ربما الحكومة وبعض أعضاء الحكومة لا يتلقفون هذا بالقدر الكافي. الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لليابان وكازاخستان وكوريا ما كانش معاه وزير النقل، والصحف اتحدثت لماذا لم يكن وزير النقل مصاحبا للرئيس رغم أن هناك مشروعات تخص الوزارة. وأيضا وزير الاستثمار لم يكن مع الرئيس أو في معية الرئيس وكان بدلا منه وزير الهيئة العامة للاستثمار. هل معنى هذا أن وزير الاستثمار ووزير النقل وزير الزراعة وزير الصحة وزير العدل في مهب التغيير؟ كان في منذ قليل خبر بيقول ان وزير الداخليه قام بمد الخدمه لثلاثه من مساعديه في حاله غضب من الوزاره، وده كان منشور في احدى الصحف المصريه، لكن الان قبل الهواء اعلنت الوزاره بان هذا الخبر غير صحيح. ضبط التصريحات الوزاريه، قيام المتحدثين الرسميين باسم الوزراء بتلقي دورات تدريبيه، والحس السياسي الغايب عن الجميع او عن معظم الوزراء. أعتقد وأتمنى من السيد شريف إسماعيل إذا كان يستشكل حكومة وأقوم بتعديل أن يضع كل هذه الأمور في حساباته. أخباري انتهت، بعد الفاصل إن شاء الله هلتقي مع السفير محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، الأمين المساعد لجمعية الدول العربية لشؤون فلسطين السابق. انتظرونا بعد الفاصل. مرة أخرى مشاهدينا الكرام بنعود إليكم في هذا التوقيت وهذه الفقرة الحوارية، حيث بتفرض القضية الفلسطينية نفسها دائما على كل الفعاليات السياسية والشعبية والسياسية على مدار سنوات وعقود مضت. لكن ربما خفت صوت القضية الفلسطينية قليلا أو شيئا ما خلال الفترات الماضية وفي أعقاب ما يسمى بثورات الربيع العربي، حيث بات الشارع العربي منهمكا ومنكفئا ومنشغلا بقضايا أخرى ربما بيراها أكثر أهمية، القضية السورية، القضية الليبية، القضية اللبنانية، القضية اليمنية وغيرها من القضايا. لكن ربما لا يعلم هؤلاء المنشغلون أن أس البلاء وأس الفساد هو هذا الورم السرطاني المتواجد في جسد الأمة العربية، وهو الكيان الصهيوني الإسرائيلي والقضية الأم، قضية العرب والمسلمين المركزية، القضية الفلسطينية. إذا غابت عنا القضية غابت عنا البوصلة، وإذا كان اهتمامنا بغيرها من القضايا فنحن سوف ندخل في التيه الكبير ولن نصل إلى حلول ناجعة. لأجل هذا والوصول إلى آلية جديدة لكي تبرز هذه القضية مرة أخرى على السطح وعلى الساحة،
لدى الدبلوماسيين، لدى السياسيين، لدى النخب، لدى الشعب، كان لزاما علينا أن نستضيف السيد السفير محمد صبيح، الأمين سر المجلس الوطني الفلسطيني الحالي والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أخي، شرفتنا في أول الأسبوع في قناة دريم الفضائية، ومشرف مصر على الدوام. أشكرك. يعني هبدأ من حيث انتهيت في المقدمة، ولماذا أصبحت القضية الفلسطينية جانبية؟ أنا قلت لكن كيف تعود مرة أخرى في القلب من الاهتمام السياسي والشعبي؟ يعني دعني أشيد بالمقدمة التي تفضلت بها الآن. شكرا. وأسعدتني حقيقة، لأنها هي تتحدث عن بيت القصيد. أنا أقول أن القضية الفلسطينية لم تتوارى، وأنت قلت هذا الكلام، ستبقى هي جوهر القضايا. ولو رأينا على نضال الشعب الفلسطيني على أرضه، دفاعه عن المسجد الأقصى وعن القدس وتصديه للاستيطان، ستجد وتيرة الأداء الفلسطيني لم تتأخر كأداء فلسطيني. وأطفال وفتيات وشيوخ يمضون يوميا شهداء، ولا دافع لهم إلا حب الوطن وحب المقدسات وحب الأرض. إنما الذي تأخر هو اهتمام الأمة العربية بالقضية الفلسطينية، لأنها انشغلت في الدفاع عن الذات. نحن الآن في صراع على كل دولة عربية، كل دولة عربية، وما يحدث في ليبيا وما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق وما يحدث في اليمن وما هو مرشح في غيرها تخطيطات كبيرة. وأقول يعني على سبيل المثال، أنا سأخذ سوريا مثلا. سوريا هذه الدولة العربية العريقة فجر التاريخ، يعني من أوائل حضارات العالم. صحيح. مصر وسوريا والعراق والكنعانيين. يعني كيف هذه الدولة المستقرة الثابتة تزعزع بهذا الشكل؟ ونجد الآن كلام، وتفضلت أنت في برنامجك السابق تتحدث عن أن سوريا لم تعد دولة وأنه فدرالية، ومن اللي يتحدث؟ هل الشعب السوري يتحدث أم يتحدث شخصيات خارجية أو أجانب عن سوريا؟ طب أين حقوق الإنسان وتقرير المصير؟ إذا كنت تريد أن تجزئ دولة، أنت تذهب وتجري استفتاء. فإذا أراد هذا الشعب أن ينفصل بينفصل، لكن أن ينفصل بالقوة. ثم أين الشعب السوري الآن؟ فين الشعب السوري فين الآن؟ الشعب السوري يعني أنا في حالة ذهول. هناك 98 فصيلا يحارب في سوريا، ويحارب يعني الكيان السوري. أنا لست مع أحد، أنا مع مبادئ ومع أرض عربية، وأعتقد أن دولنا العربية هي أيضا مع وحدة سوريا وسيادة سوريا. الأشخاص يذهبون ويأتون زمن طويل أو قليل، إنما هؤلاء 98 فصيلة، هل استفتوا في موضوع كونفدرالية في سوريا؟ وأول كلام، وأعود إلى كلامك عن السرطان، وأول كلام بدأ على تقسيم سوريا في إسرائيل، وأنها لم تعد دولة وأنها لن تعد إلى حدودها. سعاد سفير، يعني اللي قاله مدير مخابرات المركزية الأمريكية، واللي قاله جون بولتون، واللي والخرائط اللي منشورة من زمان وإحنا قاعدين ناخدها ببلاهة شديدة ننظر إليها. أنا أتصور أن الأمور بتسير في إطار ما هو مرسوم من قبل. هذا صحيح. كل هذا عشان ما توش من الفكرة الأساسية، للتخديم على الكيان الصهيوني، عشان ننسى القضية الفلسطينية وأبدأ أفتتها من الداخل، يعني ولا في الأمور أكبر؟ أعتقد أنت تقول الحقيقة تماما. هما عندما خططوا إنشاء إسرائيل، دخلنا معهم الحرب العالمية الأولى وخذلونا، دخلنا الحرب العالمية الثانية وخذلونا بقيام إسرائيل. الأولى كانت بسايكس بيكو، والآن جون كيري لافروف. يعني أعتقد واضح الآن سايكس بيكو الجديدة الآن تطبق على الأرض بأي دين. معلش معلش سفير، يعني سايكس بيكو ده كان وزير خارجية إنجلترا، وبيكو وزير خارجية فرنسا، ودلوقتي وزير خارجية أمريكا جون كيري، وزير خارجية روسيا لافروف.
أنا أتصور أن تصريح روسيا بالأمس بخصوص سوريا كان صادم، لكن في كل الأحوال أنا عايز أروح للقضية المركزية بتاعتي لأنه أساس الداء القضية الفلسطينية. معلش هروح معاك لحتة حساسة شوية، لكن ما فيش حاجة. القطار مصالحة بين حماس وبين فتح وصل لمحطة النسيان ولا وصل لمحطة معلومة الهوية؟ والله أعتقد أنها في محنة، ومحنة شديدة بصراحة. ونحن تحدثنا عن المصالحة ودخلنا مراحل ومدن واتفاقيات، وأنا لا أعتقد أن هناك مجال للحوار والبحث، كل شيء بحث واستكفي. يعني لا جديد يبحث، لازم إرادة. هل هناك إرادة بالوحدة؟ ولا أعتقد ليس لنا قائمة إلا بالوحدة الوطنية الفلسطينية. الإقليم كله يعني يعصف به عواصف وأهواء، ودول ستتقسم ونحن نحارب بعضنا أو ننفصل عن بعضنا. لماذا؟ أين 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 القضية الفلسطينية إذا كان هناك انشقاق فيما بين الداخل الفلسطيني؟ وبالتالي أنا أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق مرة أخرى. هناك كان في حوار في الدوحة، وأعطي من القيادة الفلسطينية وأبو مازن كل التسهيلات، ودعونا نذهب إلى انتخابات. نحن أجرينا انتخابات 3 مرات كانت نزيهة للغاية. لماذا ترفضون الانتخابات؟ مين هم اللي بيرفضون؟ الحماس. هو في حماس بصراحة. يعني أخونا محمود الزهوار ويخرج ويقول أننا لن نقبل بانتخابات، والانتخابات خلص. إحنا هو ممكن أسألك مين اللي بيحكم غزة؟ والله شوف، التنظيم الذي يحكم غزة تنظيم عقائدي، هو الإخوان المسلمين، اللي هو حركة حماس، اللي هو اللي هم حركة حماس وهم جزء من الإخوان المسلمين. وقطعا القرار بيكون قرار بالتشاور، لكن الذي في تقديري الشخصي الذي يسير هذه الأمور هو مكتب الإرشاد الدولي. لهذه الدرجة مكتب الإرشاد بيسيطر على الوضع في حماس؟ طبعا مكتب الإرشاد هو الذي يوجه، وهو الذي يبارك، وهو الذي يستشار، هذا مش سر، تمام. لكن أنا أقول أن القضية الفلسطينية لها خصوصية، وحركة فتح عندما قامت قامت كجبهة وطنية، لم تقم كتنظيم عقائدي. لا تخدم على ايديولوجية محددة. غلط. الفيتناميين عندما قاموا في تحرير بلادهم، جبهة تحرير فيتنام، الشيوعي والبوذي والكاثوليكي والاشتراكي والمستقل كانوا في جبهة واحدة. ودي كانت حركة فتح بدايتها كده فعلا. بالضبط. وأيضا الجزائر عندك نفس الشيء، فتح عندما قامت كل من دخلها وفي قيادتها كان فيها إخوان مسلمين، كان أمين سر أو رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون من إخوان المسلمين، أبو جهاد رحمه الله من إخوان المسلمين، أبو إياد من إخوان المسلمين، لكن فاروق القدومي أطال الله بعمره كان من قيادة حزب البعث، وهناك من كانوا ماركسيين، ماجد أبو شرار وغيره، كل الأطياف داخل منظمة التحرير الفلسطيني. تترك أيديولوجيتك في الخارج، أنت إذا ذهبت إلى أيديولوجية ستأخذ جزء من التأييد. طب مين؟ معلش معاد سفير فضل. عشان الصورة تكتمل للمشاهد وليا كمان. تمام. الأيديولوجية اللي بتؤمن بيها حركة حماس اللي هي الإخوان المسلمين والإسلام السياسي، اللي هي بتأتمر بأوامر التنظيم الدولي زي ما حضرتك قلت، هل ده كان مخطط مقصود من جهة ما لوجود هذه البؤرة الإخوانية داخل قطاع غزة، ولا ده كان تطور الأحداث دون تخطيط؟ لا، أنا لا أذهب إلى هذا الشكل، لأنه الإيديولوجية الإسلامية موجودة وهي جزء من تراثنا وعقيدتنا ووطنها، نختلف مع أدائها، قد نختلف مع أسلوبها، وهذا حق. لكن لا أذهب أنهم أنا يعني أنهم يعني مش مشروع صهيوني بالبلد يعني. لا 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 أنا عايز أسأل. لا 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 ليس مشروع عن صهيوني. أصل في أصوات بتتحدث عن هذا، فأنا بستجل الأمر. طيب، فيما هو أنا ممكن حتى كمحمد صبيح أن أقوم بعمل ما وأنا لا أدري تخدم العدو، يعني الانفصال يخدم العدو، مفيش كلام، لكنه لا يعني أن يكون هناك تنسيق. لا يعني أنا لا أعتقد أنه هؤلاء فيهم شهداء وفيهم مناضلون وفيهم يعني ناس. طيب هرجع تاني للمصالحة،
احنا فين دلوقتي في هذه اللحظة؟ النهاردة فين؟ لا يمكن تكون مصالحة قبل أن تنجلي الأوامر مع القاهرة. لا تاني دي واشرحها لي عشان مش فاهمها. يعني أولا الذي يرعى المصالحة ولا أقدر والمفوض من جامعة الدول العربية من 16/6/2007 عندما حدث الانفصال في غزة عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا وزاريا طارئا ودار حوار وخرجنا بقرار عليه إجماع كيفية أن نعود إلى الوحدة الوطنية، وكلفت القاهرة بأن تتولى هذا الملف لأنها هي الأقدر وهي التي لديها معلومات وليس لديها هوى، مش منحازة، ليست لديها هوى، مش منحازة لطرف آخر. صحيح. وبالتالي احنا في هذه الفترة الطويلة يعني زمن الأخ عمرو موسى وزمن الدكتور نبيل العربي قابلنا كل الفصائل دون استثناء، قابلنا الأخ خالد مشعل وقابلنا الأخ هنية وقابلنا الأخ محمود الزهار وقيادات، ثم طبعا الرئيس أبو مازن ويعني في الشرعية الفلسطينية ويحضر كل الاجتماعات، وقابلنا الفصائل الأخرى في الجبهة الشعبية والحزب الشيوعي والحزب وحدث ولا حرج، ولم ننغلق على أحد، وكانت القاهرة هي التي تسهل كل هذه الأمور، والقاهرة هي التي تستطيع أن تقوم بذلك الآن. ولذلك لابد من أن يكون هذا الملف واضحا واضحا تماما. هناك القاهرة هي القبلة الوحيدة المقبولة والقادرة على إجراء مصالحة بين فتح وحماس، الكل يعرف ذلك. إنما طب لماذا تتدخل قطر وتركيا وإيران على الخط؟ ما هو كل واحد حر وعنده سياساته وعنده مشاريعه وعنده استراتيجياته، لكن أنا أستغرب أنه يعني قطر دولة عربية وتشارك في اجتماعات الدول العربية وفي كل اجتماعات وتتبنى قرارات مع باقي الدول العربية في الجامعة العربية من مستوى القمة إلى مستوى السفراء، لكن أنا أستغرب تركيا أن تدخل ويأتي توني بلير ويبحث عن مينا وكأنه هناك طريق للانفصال جزئي الوطن. في تقارير خلال الساعات الماضية أنه إجراءات المصالحة معبر رفح وجايين مصر نتكلم عليها دلوقتي من أجل في النهاية تنفيذ المخطط التركي بإنشاء ميناء في غزة سواء في قبرص أو في يعني هذا كلام طبعا في تقديري يحتاج إلى بحث، وأعتقد أن في القيادة الفلسطينية وفي الشعب الفلسطيني لا نقبل بأن يكون هناك وطن مجزأ. إذا كانت سياسة إسرائيل وشارون عندما انسحب من غزة كان يهدف إلى هذا أن وطنكم الفلسطيني أن يكون هناك فراغا فتملأه القيادات الحمسوية، فلكن اللي حصل أنه الإخوان في حماس كان من المفروض أنتوا وصلتوا إلى رئاسة الحكومة، أخ الهنية كان رئيس وزراء الحكومة تمام، وكان لماذا الانقلاب؟ فأنت لماذا لا تذهب إلى انتخابات أخرى حتى توحد الوطن؟ يعني هو المشكلة دلوقتي فين؟ هو عايز مش عايز يروح انتخابات والسلطة عايز تدين انتخابات. يعني دي المشكلة دلوقتي. قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي نحن نذهب لابد أن نذهب إلى انتخابات، وإلا كيف ستفرز قيادات؟ خلينا بالشفافية وبالديمقراطية ويكون عندنا مصداقية عربية ودولية من خلال انتخابات، وهو الأقرب وهو الأصح، وكل طرف لوحده مش هينجح. لكن انت مش متفائل بما يجري الان من اجراءات المصالحه في الدوحه؟ الان انا يعني احتاج الى وقت لارى ماذا سيحدث في زياره القاهره القادمه. طيب هم الان وانا يعني اثناء حديثنا في وفد من حركه حماس الى القاهره بقياده محمود الزهار، عماد العليمي، خليل الحيه، ونزار عوض الله. دول جايين اتحركوا فعلا وعدوا المعبر وفي طريقهم للقاهرة زي ما قالت بعض وسائل الإعلام لمقابلة، وزي ما أعلن السيد صلاح البردويل يوم الاثنين أنه بينفي تورط حركة حماس في اغتيال النائب العام تأسيسا على ما قاله السيد مجدي الله وفار وزير الداخلية من قبل، وقال أن في اتصالات دارت بين خالد مشعل القيادي الحمساوي وبين الوزير خالد فوزي مدير المخابرات المركزية المصرية، وربما يكون هناك لقاء اليوم أو غدا على أكثر تقديرات. بترى يعني
أين تصب هذه الزيارة؟ وفي اتجاه، في أي اتجاه؟ وهل ترى من الممكن أن تلتحم الأمور وتهدأ نبرة الخلاف؟ أنا لدي ثقة كبيرة في الجهاز المسؤول عن هذه القضية في مصر، وهو المخابرات العامة، ولديه معلومات دقيقة في كل القضايا، ولديه بعد نظر فلسطيني، فلسطيني مصري، فلسطيني إسرائيلي، فلسطيني دولي، هم لديهم تفكير ولديهم معلومات واضحة. وبالتالي أن يستقبلوا وفدا، أنا أعتقد أنها خطوة إيجابية، ويتم في هذا اللقاء فتح وكشف كل الوثائق وكل الملفات بشفافية كاملة. من حماس، أنت تنكر فاثبت، أنا عندي اتهام سأضعه أمامك على المائدة، لكن لا يجوز ولا يقبل فلسطيني واحد العبث في الأمن القومي المصري، ده أمننا وحياتنا على بلاطه. قولا واحدا ولا يقبله أحد على الإطلاق. ولذلك يعني أتمنى أن هذه المقابلة يعني اللقاءات تفضي على وضوح في الأمور، شديد الوضوح، وليس بس يعني عند هذه النقطة، وأن نذهب إلى ما هو المستقبل، كيف تكون العلاقات فيما بين جانبي الخط، شفافة ونظيفة، اللي هو غزة و غزة ورفح. ورفح وفي 6-7 معابر، هناك 7 معابر، المعبر الوحيد مصر مش طرف فيه، كلهم طبعا مش طرف فيهم مصر، معبر رفح ليست مصر ضمن الاتفاق في هذا المعبر. لا، وضح لنا سيد سفير. لا، يعني عندما انسحب شارون من غزة، أولا كان هناك حرس الرئاسة الفلسطينية على الحدود، وهم مختارين وباتفاق أمريكي أوروبي رباعي فلسطيني إسرائيلي، تمام. وكان هناك فريق أوروبي مشارك مع الجانب الفلسطيني، وكان الجانب الأوروبي هو الذي يعطي المعلومات لإسرائيل، وهذا اتفاق مكتوب. إذا كان هذا الشخص سيمر، صورته تذهب إلى الطرف الآخر، الإسرائيلي يقول له ده ممنوع أو ده إرهابي أو ده كان التنسيق اللي بيتم، فالتنسيق اللي كان في إدارة المعارك. عندما حدث الانقلاب الجانب الأوروبي ترك الموقع، تمام. الآن حتى نعود لابد أن يرجع الحرس الرئاسي، حتى ترجع أوروبا ويسير المعبر بالطريق المتفق عليه في اتفاقية 2005. طب معلش أنا هقف عند النقطة دي، يعني أصل حماس بتصدر دائما أنه مصر بتشارك في خنق أهل غزة، ومصر بتغلق الأنفاق من ناحية والمعابر من ناحية أخرى، فهي بتشارك في جريمة إنسانية، وبتسوق هذا الصفحات الإخوانية والحمساوية والتركية والأناضولية، حضرتك عارف. يعني الرد عليهم إيه؟ أنا يعني من يخنق الشعب الفلسطيني هو ممارسات حركة حماس. أنا أقول أولا، هو طبعا الشعب الفلسطيني ليس كله حماس ولا كله فتح في غزة، وبالتالي الناس متضررة تماما في قطاع غزة، وهي متضررة من الوضع والانفصال، وسميه حصار غزة بالكامل. يعني هم لا يستطيعون أن يذهبون إلى الضفة الغربية إلا بما تريد إسرائيل بأعداد بسيطة. كل الأمور بعد الانقلاب تغيرت بما فيها معبر رفح. الآن علينا أن نعود إلى الحقيقة وإلى الاتفاقيات، وأن يكون هناك قيادة واحدة وعنوان واحد فلسطيني، ولو لمدة سنة، وثم تجرى انتخابات، وبعد ذلك يحكم من يحكم بالصندوق الاقتراع الحر. طيب أنا يعني بمناسبة زيارة الوفد الحمساوي رفيع المستوى في تقديري، ربما توافقني هذا، إلى المخابرات المصرية أو إلى مصر للقاء المسؤولين المصريين على عقاب هذا الاتهام، والنظر زي ما تفضلت إلى المستقبل خلال المرحلة القادمة. تعاطي وسائل الإعلام المصرية تحديدا مع هذه الزيارة ومع أي تحرك حمساوي، أنت شايفه إزاي والنصيحة إيه؟ والله أنا شوف، أنا لن أقيم الإعلام المصري، وأنا في السابق أنا من المعجبين
والمقدرين للإعلام المصري، ولكن أقول دخل على الإعلام المصري ما هو غير مقبول على الإطلاق. زي إيه يا أستاذ سفير؟ يعني عندما أولا أعطي لك مثل، عندما يتم تناول رئيس الجمهورية من مذيع، عندما يتحدث في فضائية عن أمور لا يعلمها في علاقات إذا كانت عربية أو غير عربية أو أوروبية، عندما يكون هناك خصوصية في الكلام لإثارة النعرات والاستفزاز والتشويق وليس الوصول إلى هدف سياسي، وأننا في الإعدام نخدم استراتيجية واحدة، ونحن في الآن في قارب هو الذي سيدافع عن الأمة العربية، والإعلام أن يكون مشغولا في قضايا في الداخل، وأن أرى سيدة تعرضت لقضية ما وهي تحدث في كل أنحاء العالم شاغلة كل الإعلام وشاغلة ليل نهار العالم، ولدينا مشاريع كبيرة ولدينا تحديات كبيرة ولدينا دول، يعني أنا لن أتصور الإعلام المصري الذي كان أيام جمال عبد الناصر كيف كان يحمي سوارا للأمة العربية بكاملها. طيب على ذكر رئيس جمال عبد الناصر هنطلع فاصل قصير، تفضل، ثم نعود لنواصل هذا الحديث الشيخ مع حضرتك. فاصل قصير ثم نعود. مرة أخرى سعادة السفير، يعني وإحنا نتحدث عن الشأن الفلسطيني داخليا والانقسامات الموجودة وكيف كانت تدار الأمور بهذا الشكل، وتحدثنا وطرقنا على الإعلام ودور الإعلام، وحضرتك في الفاصل قلت لي لا يجب أن تدار الأمور السياسية والأمن القومي والاستراتيجية عبر المنابر الإعلامية لأنها ربما بتؤذي ولا تفيد. عايز أكمل في الحتة لأنها في غاية الخطورة، وخاصة أنه القضية الفلسطينية تأذت كثيرا من تعاطي وسائل الإعلام سواء داخلية أو خارجية مع القضية الفلسطينية، لكن في كل الأحوال هناك ربما غصة لدى، مش عايز أعمم، بعض الكثيرين لدى الشعب المصري من ممارسات حماس، فانقلبت بالتبعية على أهل غزة اللي هم أهلنا في غزة. كيف نحاول أن نعدل هذه الصورة المعوجة؟ شوف والله أشوف معك حق. أولا الإعلام ليس الإعلام هو الذي يضع الاستراتيجية ولا أهداف الدولة العليا، ولكن الإعلام هو الذي يشارك في خدمة هذه الاستراتيجية وتوجهاتها وتوزيع الأدوار في كل العالم، وننظر في كل العالم. إنما أن يصنع بعض الإعلام استراتيجية لوحده خارج الدولة أعتقد أنه هذا ليس مفيدا. ده موجود. موجود 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 وموجود للأسف بكثرة موجود، ولذلك أقول نحن بحاجة إلى مراجعة في قضية الإعلام والأهداف. أنا لست ضد الديمقراطية والكلام، لكن الديمقراطية المقيدة بقيود حكيمة. بالضبط، وبعدين بمعلومات بملفات مدروسة تماما. أنا عندما أقول ذلك لماذا؟ لأنني عندي مثلا على سبيل المثال في أمريكا لما اكتشفوا تجسس نيكسون صحفيين وأسقطوه، هناك قضية مدروسة تماما. هؤلاء لو ما كانش عندهم معلومات دقيقة جدا بيضيع مستقبلهم. بس أنت لا يجوز أن تخوض في ملف أنت لا تفهمه ولا تعرفه ولا تدرسه أو لأهواء خارجية أو بسيطة. وبالتالي الإعلام في هذه الفترة الآن نحتاج أن يكون حاميا وسوارا لوحدتنا الوطنية وتوجهاتنا القومية. قولا واحدا. طيب أنا هروح من محاولة الصلح والإصلاح ومد جسور العلاقة مرة أخرى بين فتح وحماس إلى داخل فتح، إلى داخل منظمة التحرير الفلسطينية. عفوا، منظمة التحرير الفلسطينية تحتاج إلى إصلاح، والجميع تكلم عن هذا، وربما هناك مارقين في فتح أو خارجين على فتح، فبالتالي اللحمة الفتحوية الأول وفي داخل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كيف تسير الأمور في هذا الاتجاه؟ شوف، بالنسبة لنا في منظمة التحرير ليس لدينا مشكلة على الإطلاق، وبدأنا بالتعددية وفي داخل نظمنا الداخلية التعددية، وهناك فصائل متعددة موجودة في منظمة التحرير،
وهي موجودة هذه الفصائل في مجلسها الوطني ومجلسها المركزي وفي لجنتها التنفيذية، جميعها ما عدا حماس والجهاد، لأنه التشكيلات كانت قبل قيام حماس في الانتفاضة الأولى، تمام؟ وبالتالي نتصارع نتشاكل على أرضية من القانون ونطاق من الوحدة الوطنية والصالح العام. فترة الرئيس ياسر عرفات وفترة أبو مازن في داخل منظمة التحرير، والعكس، نحن نريد أن تتوسع منظمة التحرير ليدخل الأخوة في حماس والجهاد حتى يكون التمثيل كاملا لمنظمة التحرير والشعب الفلسطيني. الآن في داخل كل فصيل في مشكلة، في داخل كل حزب في مشكلة، في أحزابنا العربية، وبالتالي على سبيل المثال فتح جسم كبير وفيها اجتهادات، وخرج فيها اجتهادات كثيرة، وقد يخرج هنا أو هناك، لكن تبقى فتح في إطار شرعيتها، تمام؟ مؤتمرها العام، مجلسها الثوري، لجنتها المركزية، أطرها معروفة. إنما قد يجتهد هنا أو هناك بعض الأشخاص، وهذا لا يؤثر على المسيرة. لا يؤثر. طيب أنا سيد سفير، تحدث الرئيس أبو مازن في إحدى لقاءاته كنا متواجدين إنه خلاص يعني هو بلغ من العمر إنه مش عايز يكمل، أو يعني بيرى إنه يترك الباب لأجيال أخرى. من يخلف الرئيس عباس؟ دلوقتي الرئيس والأخ أبو مازن لديه هذا القرار منذ مدة، أنا أتصور من 7 سنين وهو يريد أن يترك، وكان الله في عونه، لأنه الذي يحمل هذه المسؤولية على رأي الرئيس ياسر عرفات رحمه الله، وعرضنا الأمانة على الجبال فأبينا أن يقبلنا، وقبلها الإنسان إنه كان جهولا وبما معناه يعني. ولذلك أبو مازن عاوز يترك، ولذلك هو ينادي بانتخابات، يريد أن هذه النقطة أعلمها منه واضح. شخصيا أنه عايز يترك وبيبحث عن كذا، لكن أنا بسأل السفير صبيح، وأنت من يخلف أبو مازن؟ الآن من يخلف هذا قضية معقدة، فورمولا معقدة. يعني أولا لازم يكون في توافق في داخل فتح، واحد. اثنين، توافق في داخل منظمة التحرير وفصائلها، تمام؟ بعدين مشاورات مع الشعب الفلسطيني. منظمة التحرير ليست كلها فصائل، فيها شخصيات فلسطينية وطنية، فيها جغرافيا، فيها ناس في الشتات، فيها ناس في الداخل. طريق صعب، صعب جدا. وفوق ذلك لابد أن تتوافق وتتشاور مع دول الجوار العربي، ثم أن تذهب بعد ذلك إلى الساحات الدولية، شخصية مقبولة لديها كاريزما، لديها يعني محبة للسلام إلى آخره. طب أستاذ سفير، هرجع لك بعد معايا مداخلة تلفونية. الدكتور واصل أبو يوسف، أمين عام جبهة التحرير وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أهلا بيك يا دكتور واصل. أهلا وسهلا. يعني أنا معي في الاستوديو ضيفي الكريم السفير محمد صبيح، أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني، وبنتحدث عن قضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية، ويتطرق بنا الحديث إلى الإصلاحات الواجبة والمنتظرة داخل منظمة التحرير الفلسطينية كبداية ونواه للمصالحة الشاملة، ثم بعد ذلك بتنطلق سواء في قطار المفاوضات أو قطار المقاومة أيا كان، لكن البداية لابد أن يكون هناك لحمة وطنية فلسطينية. كيف ترى وأنت أمين عام جبهة التحرير وعضو لجنة تنفيذية الإصلاحات الداخلية في منظمة التحرير الفلسطينية الآن؟ اولا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام ولضيفك العزيز والصديق محمد صبيح. اهلا وسهلا. أعتقد انا بعتقد انه يعني الامر يتطلب فعلا ترتيب وضع الداخل الفلسطيني في ظل معركه يقوم بها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني، يحاول من خلاله اغلاق كل الافق السياسي، مزيد من الاستعمار الاستيطاني الذي يمضي بناء وتوسيعا، التصفيات الميدانيه التي تجري في الشوارع الفلسطينيه بشكل يومي، العدد 200 شهيد منذ شهر تشرين أول حتى الآن، يظل انتفاضة وهبة متواصلة في كل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وأيضا شعب فلسطيني يستمر في معركة الحرية والاستقلال، وهذا الأمر يتطلب ترتيب وضع الداخل الفلسطيني، وأولى المهمات هي إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. نحن في اللجنة التنفيذية
اخذنا قرارا واضحا بالارتكاز الى اهميه وضروره انهاء الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفه الفلسطينيه وقطاع غزه وترتيب الوضع الداخلي بما يتلائم مع هذه المعركه والتحدي مع الاحتلال، وهذا الامر يرتكز الى تشكيل حكومه وحده وطنيه فلسطينيه بمشاركه كل الفصائل التي ترغب في ذلك وشخصيات مستقله، وايضا الذهاب الى انتخابات عامه بعد 6 أشهر من تشكيل هذه الحكومه. وفعلا جرى لقاء في الدوحه في 6 و8 من في 6 و8 من الشهر الماضي، وقفنا على اهميه تخرج هذه اللقاءات في الدوحه، اولا على قاعده تنفيذ اتفاق القاهره الذي وقعنا عليه كأمناء عن الصائد في القاهره في 4/5/2011، ولا نحتاج لا الى حوارات جديده ولا توقيع اتفاقيات جديده، نحتاج الى تنفيذ هذا الاتفاق وكما قلت الذي يرتكز على تشكيل حكومه والذهاب الى انتخابات، وهذا ما نأمله. ربما ان خلال الاسبوع القادم تجري التحضيرات من اجل العوده الى هذا الاجتماع في الدوحه من اجل اخراج ما تم الاتفاق عليه، ونأمل ان يتكلم بالنجاح والا يكون هناك تعيق مساله الحلول الوطنيه الفلسطينيه، لانها المساله الاهم الان في سياق اولا احتضان الهبه الشعبيه في الاراضي الفلسطينيه في ظل مواجهه كل مخاطر وتحديات الاحتلال، وفي ظل ايضا محاوله المجتمع الدولي وانشغالات المنطقه والمصالح الداخليه بان تبقى القضيه الفلسطينيه على سلم جدول الاعمال، وهذا ما نأمله خلال الفتره القادمه القريبه. دكتور واصل ابو يوسف، امين عام جبهه التحرير وعضو لجنه تنفيذيه لمنظمه التحرير الفلسطينيه، شكرا جزيلا على هذه المداخله. وارجع تاني لسعاده سفير، يعني كل الكلام بيصب في اتجاه ايجابي او في اتجاه تفاؤلي، انجاز التعبير ان شاء الله احنا هنعمل وعملنا وكذا وكذا، لكن في النهايه الامور بنصب الزيت القديم في اواني جديده، يعني نفس الكلام تقريبا بسمعه من زمان، وانا كمواطن عربي عروبي بتهمني من الهم القضيه الفلسطينيه، عايز اشوف حاجه على الارض، عايز اشوف مسار جديد. يعني الاسرائيلي الان ربما في الجامعه العربيه لم ياتي ذكرا لدوله اسرائيل، ولم ياتي ذكرا او نقدا لدوله اسرائيل بشكل عملي، وانما فقط لفض مجالس. احنا متى نتحرك وننطلق الى منطقه جديده في اصراع العرب الاسرائيلي وخاصه في قضيه فلسطين؟ هو حتى تقوم بخطوات نحو إسرائيل لابد أن يكون بيتك مرتب، وضعك العربي مرتب، وأنت وضعك العربي في أسوأ، يعني أبو عمار وصفه الزمن العربي الرديء، هو فعلا زمن عربي رديء. ده أيام أبو عمار لما كان فيه صمود التصدي ودولة الطوق ومصر وكذا، دلوقتي ما فيش، دلوقتي كل الدول من المغرب العربي للمشرق العربي كل دولة عندها مشكلة. عندنا مشاكل فعلا، وبالتالي أولا كيف نرتب أوراقنا في داخل البيت، وإن شاء الله الفترة القادمة أن يكون هناك تحرك عربي لترتيب الأوراق، وأن لا نترك كل أمورنا سبهللة، لأن الوضع أصبح خطير جدا. وإذا تكلمنا على تفتيت بعض الدول هذا المخطط هروح له في الآخر عشان الصورة تكتمل، لكن أنا خليني معلش عشان وبالتالي وبالتالي أنت يعني كيف تريد أن تذهب إلى ساحات جديدة خطيرة وتعاملك مع إسرائيل وأنت أمورك مش مترتبة، أو مش أنت وحدتك العربية أو تفاهمك، ولدينا قرارات كافية، وسألت على القرارات، الجامعة العربية مليانة قرارات، لكن الإرادة والتنفيذ بالضبط، نحن نريد إرادة وتنفيذ. وإسرائيل لو أنت كلمت معها تقول لك هتكلم مع مين؟ مع فتح ولا حماس؟ أنا عايز يعني هي أساسا لا هتكلم فتح ولا هتكلم حماس، وهي تريد يعني في الوضع سوريا يستمر كما هو بالضبط. في سوريا هم قالوا للأمريكان احنا أولا إذا وافقنا على 5+1 الموضوع الإيراني والذري، نحن نريد الضفة الغربية كاملة ونريد الجولان. صفقة ما بين الغرب وبين إسرائيل بالزبط. أن تترك إسرائيل اتفاق 5+1 يمر في مقابل أن تحظى هي بالضفة والجولان. هذا تصريح لرئيس الأركان الإسرائيلي واضحا، يعني أعطى ما تريد إسرائيل أن تذهب إليه، وده اللي حاصل. الذي يجري في الضفة الغربية هو تهويدها،
تهويد القدس يوم بيوم من خلال الكانتونات ومن خلال المستوطنات، التهجير والقتل والإرهاب وهدم البيوت، هدم البيوت على مدار الساعة ومصادرات على مدار الساعة، في إرهاب يعني تهريب وتهجير الناس الفلسطينيين دول الإيمان والعزيمة والإصرار اللي بنشوفه، ولا هذا الهول الذي يحدث كل يوم على الأسر وهي ليس لديها أبسط أسباب الصمود. كم دفعنا للقدس حتى تصمد؟ وهكذا يعني الدكتور نبيل عربي الله يمسيه بالخير عندما تحدث عن القرارات قال قررنا لليبيا $1,000,000 اللي اندفع طوال الفترة الماضية 88 مليون دولار. فكيف بدنا نعالج ليبيا ونبعث مبعوثين ونبعث استطلاع ونعمل مؤتمرات؟ فإذا ما كانش في قرارات لدينا ومصداقية والالتزام وشفافية، من يريد أن يوافق على هذا القرار يقول ومن لا يريد يقول، لأنه في النهاية في حسابات تتعامل مع الغير. وبالتالي عندما أريد للقضية الفلسطينية أنا في تقديري أولا أن نثبت الشعب الفلسطيني على أرضه ونعزز صموده. كيف يتم جدا ذلك؟ كيف يتم اللي قلته الكلمتين دول بالضبط اللي هو تعزيز الشعب الفلسطيني وتأكيد صموده إزاي؟ يعني كيف يتم ذلك؟ يعني أولا في قرارات عربية لابد أن تنفذ، في التزامات مالية لابد أن تدفع للقدس ولغيرها، في تحرك سياسي دولي عربي متعارف عليه ما ننساهوش. احنا نعمل لقيام حل الدولتين، وزراء خارجيتنا كل واحد عنده برنامج لهذا الموضوع مع كل دول العالم وفي مجلس الامن وعلى الولايات المتحده، وان نضع مصالح مقابل مصالح. معلش يا سيد سفير، يعني كثير عشان المشاهد يعني يقتنع باللي احنا بنقوله، هو اي دوله اجنبيه هتستمع لاي وزير خارجيه عربي دلوقتي ويتكلم عن فلسطين؟ يعني خليني بس هل عندي قوه دلوقتي للدول العربية سواء جامعة أو دول فرادة إن أنا أفرض رأيي على الغرب، على الولايات المتحدة الأمريكية، على الاتحاد الأوروبي، ولا هو شايفني في أسوأ حالاتي فمش هيسمعني؟ هو شايفك في أسوأ حالاتك، ولكن هو شايف إمكانياتك وأوراقك الغير مترتبة ومتستفة صح أيضا. وعندما تترتب هذه الأوراق ونلتزم بقراراتنا، هو لن يدع هذه الأوراق يتم ترتيبها مرة أخرى، وسيقاوم الترتيب زي اللي بيحصل في غزة. صح، ولكن عليك أنت أن تتحدى وأن تصمد وأن تقاتل لمرور استراتيجيتك. دافع عن استراتيجيتك، دافع عن أمنك القومي. يعني إحنا هل انتهينا؟ أي أصبحنا عدد تلاشى؟ يعني طب خيار المقاومة انتهى ولا هو الأمل؟ ولا في المقاومة، أنا عايز أعرف. المقاومة شغالة. المقاومة شغالة، وأعتقد الهبة جزء من المقاومة. لا هي مقاومة. هي مقاومة. المقاومة عادة سلم طويل، في كفاح مسلح وفي اقتصاد وفي عصيان مدني وفي إضراب وفي أمور كثيرة جدا جدا، مقاطعة في مقاطعة وفي تطبيع. أنا بالمناسبة كوبا أعادت، أمريكا أعادت علاقتها مع كوبا بعد 50 سنة. وبعدين بالصدفة أقرأ أنه الاتحاد الأوروبي أعاد علاقته مع كوبا بعد 50 سنة، أي أنه طبع بعد أن استوفت الملفات وضعها الطبيعي. إنما أن نقيم علاقات مع إسرائيل في هذا الظرف، مسجد الأقصى والأطفال يموتون والأرض تهود والطغيان، يعني العالم مرة بقاطع. لم تقدم إسرائيل شيء من أجل أن يتم تطبيع طلاقا طلاقا، بالعكس. طيب ماذا عن المبادرة الفرنسية لمؤتمر دولي وبتعطي فيه فرصة أخيرة لإسرائيل، وإلا سوف يعني تدفع الأمور في اتجاه دولتين؟ وباراك أوباما تحدث أنه ربما في قبل نهاية ولايته أن يدفع الأمور أيضا في اتجاه الدولتين بقرارات تكون صادمة لإسرائيل. هل الجو العام الدولي يعني يسمح بهذا؟ أنا أتمنى وأصلي ليل نهار ونحن نصلي معك أن يقول هذا الكلام أوباما وينفذه. هو يعني صار له 4 سنين ولا 8 سنين. 8 سنين، 4 سنين هو بيقول بده يعمل مشاريع. هو بدأ السلام عليكم في جامعة القاهرة، فاحنا قلنا خلاص بالضبط 8 سنين في جامعة القاهرة وخطابه الشهير، رحب فيه العالم العربي كثيرا. لكن أنا أقول هذا الحراك السياسي لابد أن يقوم ويستمر،
التصور الفلسطيني أن نذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية وأن نطلب حماية للشعب الفلسطيني، وهذا مهم جدا، وأن نطالب في مؤتمر دولي إذا كانت الأمم المتحدة فشلت في ذلك، والذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار. يعني هناك تصور عربي كامل في قمة شرم الشيخ للتنفيذ، وإذا نجحنا في ذلك واتفقنا مع الفرنسيين في ذلك، وهناك صعوبات لا حدود لها، أقول لك بكل صراحة، أمريكا الآن داخلة في انتخابات مش فضيالنا، وبالتالي لن تضع كرتا عربيا على الطاولة، كل كروتها إسرائيلية، ومباراة ويعني مزاد بالتنازل عن حقوق العربية لإسرائيل عشان اللوبي اليهودي في الانتخابات الأمريكية، وغاب اللوبي العربي اللي واصل مش موجود ولا ملامح في الانتخابات الأمريكية، مفيش، وبيرهنوا على كلينتون اللي هي أساسا أس البلاء في المنطقة، وهي ليست يعني، هي طبعا تريد الصوت اليهودي والمال، والمال لليهودي لأنهم يعني يدفعون الحقيقة أموال كثيرة في الانتخابات، وبالتالي إذا غبنا عن الكلام والمال والاتصال ولدينا جاليات كثيرة ممكن تأثر في الانتخابات، لكن أوراقنا مش مرتبة. سعد سفير، أنا أسألك سؤال في كلمتين لأن وقت خلص، أنت متفائل أنه هيكون هناك دولة فلسطينية ونراها نحن أبناء هذا الجيل؟ إن شاء الله أنت تراها. أنا متفائل جدا، وأعتقد أنه ستقوم دولة فلسطينية، وهذا الذي نراه في إسرائيل لن يستمر، هذا على عكس مسار التاريخ، وكل الطغيان والظلم الذي حدث في التاريخ ينهي هذه الدول، وكان ابن خلدون له رؤية واضحة أن الظلم مؤذن بخراب المدن، وهذا يعني هتلر راح، ستالين راح، وموسوليني وغيره من الطغاة راحوا في التاريخ، وهذا الذي يحدث لا يمكن، قتل الأطفال والسرقات والتزوير لا يمكن أن يستمر، لا يمكن أن يستمر بحكم التاريخ ولا بقوتي وقدرتي وإرادتي وفعلي، أنا عايز أبقى فعل، عايز أعمل مبادرات. اثنين، أولا التاريخ، وثانيا ومهم جدا أن يكون لديك قدرة كبيرة على الفعل، وسيأتي يوم، يعني هل تتصور كيف قام صلاح الدين؟ كانت الأوضاع أسوأ من كذا. هل التتار ردوا من المنطقة؟ كانت الأوضاع أسوأ من كذا في سوريا وفي بغداد، وكانت أسوأ كثير، لكن لحظة في التاريخ حاسمة، الشعوب تستنهض حيويتها. هل جاءت هذه اللحظة؟ والله أعلم، إن شاء الله إن شاء الله تيجي. تشرفتني سيد سفير محمد صبيح، وأتمنى ما أكونش أثقلت على حضرتك. لا يا أخي، لكن هي قضيتنا جميعا، قضية العرب والمسلمين الأولى فلسطين. شكرا لك، شرفتني. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، على وعد بلقاء في حلقة جديدة السبت القادم إن شاء الله. انتظروا.